بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كله بخير. جاناكم بحلقة جديدة عن ببجي موبايل. اليوم اصدقائي راح نفتح بغجات اللي هو الصندوق المميز. طبعا نجمع مجموعة كلش حلوة ان شاء الله 150 صندوق. فقبل ما نبدأ المقطع يا شباب، اتمنى من عندكم تخلوا اللايك للمقطع، واللي ما مشترك بالقناة يشترك ويفعل زر الاشعارات. فما طول عليكم بالمقدمة، خلوكم مع المقطع. اوكي اصدقائي، بداية نروح على المخزون، وبعدها نروح هنا على الصناديق. ومثل ما تشوفون يا اصدقائي، هنا مجمع مجموعه كلش حلوه اللي هي 152 صندوق. طبعا راح نروح هنا على الصندوق المميز ونفتح الصندوق المميز، وان شاء الله تطلع لنا اشياء حلوه بهذا الصندوق. فبدايه راح نفتح 10 صناديق بحقكم، وبحظ شكو واحد خلى لايك، وبحظ شكو واحد كتب تعليق حلو مثله. فبالبدايه نقول بسم الله ونفتح 10 صناديق. يا الله، روح. اوكي، نجرب الحظ. ما شاء الله، حلو حلو، الحظ مبين حلو شوية. تمام، اوكي، نرجع نفتح بعد 10 وفاضي. سوي الارسال. اوكي، نفتح 10 الثانية. اتمنى من عندكم تكتبوا لي تعليقات وتوقعوا شنو راح تطلع لنا بهذا الصندوق. هل تتوقعوا راح تطلع لنا هذه البدلة 152 صندوق او لا؟ ان شاء الله تطلع لنا هذه البدلة، طبعا البدلة كلش حلوة وان شاء الله تطلع لنا. يلا العشرة الثانية نقول يا الله، بسم الله، وندوس موافق، افتح، روح. يا الله، نشوف شنو راح يطلع لنا بهذه العشر صناديق الثانية. اوكي، سكن المظلة حلو، هذا غطاء الرأس ايضا حلو، حلو شيء. اوكي، سكن الخولة فشي حلو، ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله. يلا نفتح 10 3، صار هذه 30 صندوق لعيونكم. نشوف شنو راح يطلع لنا بهذه 30 صندوق. هذه العشر صناديق قصدي، مو 30. حلو حلو حلو، سكن الام كي، تمام. اوكي، حقيبة الظهر، حلو، اشياء جاي تطلع لنا كلش حلوه ما شاء الله، بسم الله. اوكي، مثل ما تشوفون هسه ايضا راح نفتح العشره الرابعه اللي راح يصير 40 صندوق. نقول بسم الله، ما باقينا غير كم مسكن ان شاء الله، ونشوف شنو راح يطلع لنا بهذه العشره. اوكي، هذه العشره فاشله. اوكي، نفتح بعد اجين، صار لنا اعتقد 60 صندوق لو 50، تايهت بالحساب اكتبوا لي. اوكي، شوف هذه العشرة شنو راح يطلعنا بيها. اوكي، ايضا فاشوشي هاي العشرة. تمام، مثل ما تشوفون اي تمام، فتحنا 50 صندوق، وهذا العشرة الثالثة، او خلينا نفتح لنا اثنين هاي مو منتهي بالحساب. تمام، روح. واحد، اوكي، تمام، هاي مرة اخرى لو دا استخطي. تمام، اوكي، هذا الصندوق شنو راح يطلعنا بيه. اوكي تمام، هسه بقعدنا 100 صندوق. تمام، ان شاء الله يطلع لنا هذا السكن. طبعا والله سكن حلو، شوف شوف. يلا نقول بسم الله ونفتح العشرة اللي هي سادس، يعني 60. نقول بسم الله ونشوف شنو راح يطلع لنا بهذه العشرة للمرة السادسة. تمام، اوكي اوكي، طلع لنا السكن هذا حلو، وهذا متكرر عندنا مرة ثانية. راح ندوس تخطي ونفتح العشرة للمرة السابعة. اوكي، لو باقيين احسن هيك. تمام، خلينا نرجع هيك نسوي كلاوات مال كلاوات العيد، وبعدين نرجع الصناديق، وبعدين ايضا نفتح عشرة. مثل ما تشوفون هنا راح نفتح عشرة، نقول بسم الله. اوكي، كل شيء ما طلع، خلينا نخلي هذه. نفتح بعد عشرة، يا رب طلع لنا البدلة. اوكي، حلو، طلع لنا هذه مالت البدلة الأولى اللي هي البيضة. خلينا نشوف ليش ما تطلع لنا البدلة. ببجي ببجي حتطلع لنا البدلة، كافي ترى هذا لا يجوز. اوكي، ماكو شي ماكو شي، وصلنا 54 يا معودين. اوكي، باقي لنا 50 صندوق، يعني هذه البدلة ما طلعت، وهذه البدلة ما طلعت، وهذه ما طلعت، وهذا ما طلعت، الباقي كلهم طلعن، باقي كل شيء طلع عندي الصندوق، بس بقت هذه البدلة
وهذه البدلة، بس هذه البدلة وهذه البدلة، ما عدا غطاء الرأس مالتن طبعا. يلا نقول بسم الله، وإن شاء الله هذه العشرة تطلع لنا البدلة أو واحدة من ذين البدلتين. نقول بسم الله ونشوف. أوكي، بدلة بدلة، ترى هذا لا يجوز ولا هذا لا يجوز. وصلنا 450، شنو هاي؟ ما يصير. أوكي باقي لنا 40 صندوق، شو تتوقعون تطلع البدلة ولا لا؟ تطلع البدلة ولا لا؟ تطلع البدلة ولا لا؟ قول يا الله تطلع البدلة ولا لا؟ أوكي أوكي أوكي، أصلا ماكو شيء ذهبي قام يطلع. ألف مرة طلعت إلا هذه، 3 مرات من 4 طلع السكين مالت الباراشوت. أوكي أوكي باقينا 30 صندوق، قول بسم الله يا رب تطلع لنا البدلة، ترى ما يصير هيجي. 152 صندوق يا معودين. أوكي افتح 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 افتح، دوس تخطي، ذهبية 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 ذهبية. اوكي العشرة اعتقد القبل الاخيرة او الاخيرة هذه العشرة. اوكي البدلة 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 البدلة، لا لا اعتقد خلصا. اخر عشرة، شنو تتوقعون باخر عشرة؟ راح تطلع لنا البدلة ولا لا؟ راح تطلع لنا البدلة ولا لا باخر عشرة؟ نقول بسم الله يا الله تطلع لنا البدلة ولا لا؟ آخر 10، حرام 152 صندوق ما تطلع البدلة. نشوف تطلع البدلة ولا لا؟ تطلع لا، هاي مرة ثانية طلعت تمام. أوكي طبعا مثل ما شفت في أصدقائي كل شيء طلع لنا ما عدا هذه البدلة تمام، وهذه البدلة مع غطاء الرأس مال هذا بس، يعني بس ذن 3 أشياء ما طلعت لنا، والعفو ذن همين ما طلع لنا تمام، ذن الاثنين والباقي كل شيء طلع عنا. يعني الام كي طلعت لنا، الام 4 ما طلعت، الام 16 العفو ما طلعت لنا، ام كي طلعت لنا، هذه البدله طلعت، هذه البدله طلعت، باراشوت طلع، الغطاء الراس طلع، الغطاء الراس هذا مين طلع لنا، وسكين حقيبة الظهر ايضا طلعت عندنا تمام. يا اصدقائي مثل ما شفتوا هذا هو حظنا اليوم، ما كان عارف يعني حظنا حلو ولا مو حلو، ما ادري كتبوا لي بالتعليقات. انا فتحت على مود البدله، والبدله ما تطلع، وهي دائما بدله في الصندوق المميز يحتاج لها هواي شدات. اللي هنا يا اصدقائي وصلنا لنهايه المقطع، اذا كان عندكم اي سؤال او اي استفسار كتبوا لي بالتعليقات او تراسلوني على قناتي التليجرام، وبس اشوفكم بخير.